بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من المجالس التكوينية في المسائل النحوية. أتممنا الممنوع من الصرف، والآن نعود إلى شيء سبق أن أخذناه، نعود إليه مع نوع تفصيل ليضبط، ألا وهو الأفعال الخمسة. إذا قلت الطالبان يدرسان، وأنتما تدرسان، والطلاب يدرسون، وأنتم تدرسون، وأنت تدرسين، إذا تأملت في هذه الأفعال يدرسان تدرسان يدرسون إلى آخره، تجد أنها مضارعة، وأنها تنتهي بالنون فيها جميعا، ولكن اتصاله أي النون كان كما يلي: أولا، اتصل بالألف التي تدل على اثنين غائبين ويكون مبدوءا بالياء يدرسان. ثانيا، اتصل بالألف التي تدل على اثنين مخاطبين ويكون مبدوءا بتاء المضارعة، تقول تدرسان. ثالثا، اتصل بواو تدل على جماعة الغائبين مبدوءا بالياء يدرسون. رابعا، اتصل بواو تدل على جماعة المخاطبين مبدوءا بالتاء تدرسون. خامسا، اتصل بياء تدل على المخاطبة المؤنثة وكان مبدوءا بالتاء، تقول تدرسين. فهذه الأوزان لهذه الأفعال تسمى بالأمثال الخمسة أو الأفعال الخمسة، وتعريفها عند النحويين هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن هي خمسة أفعال مضارعة مشهورة مثلها العلماء بأوزان، وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. سميت بالأفعال الخمسة لأن الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين فسيكون إما للغائبين الاثنين يفعلان، أو الحاضرين الاثنين تفعلان، وإذا اتصل بواو الجماعة فسيكون إما لجماعة الغائبين يفعلون أو جماعة الحاضرين تفعلون، وإذا اتصل بياء المخاطبة فلا يكون إلا للواحدة المخاطبة وهي تفعلين. فإذا عددنا هذه الأمثلة وجدناها خمسة لا سادسة لها، فكأنه لسبب انحصارها في هذه الأوزان أطلق عليها اسم الأفعال الخمسة. وعلامة رفع الأفعال الخمسة سبق معنا في الجملة، وقلنا إنها ترفع بثبوت النون في آخرها نيابة عن الضمة ما لم تسبق بحرف ناصب أو جازم، تقول الطلاب يدرسون. إذا دخل عليه ناصب حذفت النون، تقول الطلاب لن يدرسوا، وكذا الجازم الطلاب لم يدرسوا. وكل من واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة يعرب فاعلا وهو مبني على السكون في محل رفع، تقول في إعراب تدرسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو مبني على السكون في محل رفع فاعل. هكذا يحفظ هذا الإعراب، وبعد التمرين يصير سهلا يسري فيك مجرى النفس إن شاء الله تعالى. وفي علامات النصب للأفعال الخمسة تنصبها بالأدوات الناصبة للفعل المضارع، وعلامة نصبها حذف النون نيابة عن الفتحة، لن تدرسوا كتبكم. وكل من واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة يعرب فاعلا وهو مبني على السكون في محل رفع كما سبق. ففي قوله تعالى مثلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالفعلان الموجودان في الآية هما تنالوا وتنفقوا، وإعرابهما واحد، فعل مضارع منصوب بلن والأخرى بحتى، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير مبني
على السكون في محل رفع الفاعل. وكذا علامات الجزم لهذه الأفعال تجزم بالأدوات الجازمة للفعل المضارع، وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون. أيضا كل من واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة يعرب فاعلا وهو مبني على السكون في محل الرفع. يقول تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فالفعلان هما تصلحوا وتتقوا. تعرب فتقول فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. ومن أحكام هذه الأفعال الخمسة أنك تفتح النون عند اتصالها بالياء أو الواو، وقيل في هذا أنها مشابهة للمذكر السالم تفعلين وتفعلون لمشابهتها لنون الجمع في المذكر السالم مثلا دارسون، وكسرها حال اتصالها بألف الاثنين تفعلان يفعلان، قيل مشابهة لنون المثنى كما في كاتبان مثلا. ومن الأحكام أيضا أن نون التوكيد المثقلة والمخففة تدخل على الأفعال الخمسة في الحالات التالية: أولا، إذا أضيفت نون التوكيد الثقيلة إلى الفعل المضارع المتصل بالألف ألف الاثنين، هنا نون الرفع تحذف. مثال ذلك: يدرسان. هنا في الإعراب تقول: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي النونات، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحالة الثانية: إذا أضيفت نون التوكيد الثقيلة إلى الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة، فهنا تحذف نون الفعل المضارع وتحذف واو الجماعة لالتقاء الساكنين، الواو الساكنة والنون الأولى الخاصة بالمشددة، لأن أصل النون المشددة في التقطيع العروضي نون ساكنة ثم نون مفتوحة، فالتقت النون الأولى الساكنة منها مع الواو الساكنة فتحذف الواو. تقول مثلا: يدرسن. هكذا. هنا عندنا تنبيه، وهو قد يشتبه الفعل بين ما فيه النون التي للنسوة ولكونها علامة للرفع نيابة عن الضمة. يمثل النحوي لذلك بكلمة يعفون، فهذه الكلمة مثلا إذا أسندت للإناث كانت النون نون نسوة. تقول: النساء لن يعفون عن المسيء، فالنون هنا نون نسوة. وإذا أسندت هذه الكلمة للرجال كانت النون علامة للرفع نيابة عن الضمة. تقول: الرجال يعفون عن المسيء. ومن الأمور التي يلتفت إليها أيضا وهو الاستعمال، يجوز لك أن تقول: هما تفعلان وهما يفعلان عند الكلام عن المؤنثتين الغائبتين، والأكثر في الاستعمال والأفصح الأولى: هما تفعلان. نقتصر على هذا القدر في هذا المقام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.